Exercice numéro 2. Trouver la charge globale des ions suivants. Ag, H3O, plus, Fe3, plus, O2-, moins, HO-, Cl-, so 4 NH4-. Plus. Ou -hg plus, à neuf de Ag, c'est-à-dire ion argent Ag, mais minhadi نفهم من هذه الصيغة أن الذرة آ فقدت إلكترونا واحدا، سيتادير لاتوم دارجون آ جي آن إلكترون. إذن الذرة آ فقدت إلكترونا واحدا وتحولت إلى أيون. ونشير إلى هذا الإلكترون المفقود بإشارة واحدة زائد. يعني الايون اج بليس الناتج عن الذره اج يحمل شحنه موجبه والسؤال لماذا لان بصفه عامه الذره قبل ان تتحول الى ايون فعدد الدقائق التي تحمل شحنات كهربائيه موجبه في النواه يساوي عدد الالكترونات التي تحمل شحنات سالبه وبالتالي فالشحنة الإجمالية للذرة تساوي مجموع شحنة النواة وشحنة الإلكترونات وتساوي صفر ولهذا فإن الذرة لا تحمل شحنة كهربائية يعني فهي متعادلة كهربائيا سيطادير لاتوم إلكتريكومون نوتر لكن بعد أن تفقد الذرة إلكترونا واحدا أو أكثر علما أن الإلكترونات تحمل شحنات سالبة فإن الذرة بعد فقدانها إلكترونا واحدا أو أكثر تصبح شحنة الإلكترونات السالبة أصغر من شحنة النواة الموجبة وبالتالي الأيون الناتج سوف يحمل عددا من الشحنات الموجبة التي نسميها الشحنات الابتدائية والتي نرمز لكل واحد منها ب ا مينيسكيل سيتادير شارج الكتريك اليمونتير كوني كي 1.6 فو 10 على موان 19 كولومب هذا العدد من الشحنات الابتدائية الموجبة نشير له بعدد معين من الإشارات الموجبة والتي تكتب أعلى يمين رمز الذرة أو مجموعة من الذرات المرتبطة فيما بينها أما إذا اكتسبت الذرة أو مجموعة من الذرات المرتبطة فيما بينها عددا من الإلكترونات فنشير له بعدد معين من الإشارات ناقص ويكتب كذلك أعلى يمين رمز الذرة أو مجموعة من الذرات Donc la charge globale de l'ion argent Ag+, plus, est donc plus E. Pour l'ion polyatomique H3O+, plus, sa charge est plus E. Et la charge globale de l'ion fer 3, ou bien l'ion ferrique, est donc plus 3E. Pour l'ion oxygène O2-, c'est un ion monoatomique, sa charge globale et donc moins 2 fois E. L'ion hydroxyde HO- c'est un ion polyatomique, sa charge globale est moins E. L'ion Cl- c'est un ion monoatomique et s'appelle ion chlorure, sa charge globale est donc moins E. Pour l'ion sulfate SO4 de moins, c'est un ion polyatomique, sa charge globale est donc moins 2 fois E. L'ion NH4 ⁇ c'est un ion polyatomique et s'appelle ion ammonium. Sa charge globale est plus E.